جمهور اتحاد طنجة رسم لوحات فنية رائعة كما نتابع من خلال هذه الصور. وتم اختيار هذا الجمهور من بين أفضل 5 جماهير عربية. المباراة ورغم أنها انتهت متعادلة لكن مجموعة من المحاولات لاحت للفريقين كما سنتابع من خلال هذا الملخص المقتضب. كل التوابل كانت موجودة، جمهور رائع، أرضية جميلة، ومباراة مشوقة بين الطرفين. اتحاد طنجة حافظ على مركزه الأول ب 35 نقطة ليفوز ببطولة الخريف. هنا أبرز محاولة الفريق الجمعية السلوية الذي كاد أن يفتتح حصة التهديف، فيما جمعية سلا قدم مباراة من الطراز الرفيع. مجموعة من المحاولات أتيحت للطرفين وكانت هنا أبرز محاولة الجمعية السلوية. اللقاء انتهى بصفر لمثله. هذه كتحسب الفريق اتحاد طنجة، فهي بطولة خارف غتعطي معنويات اللاعبين اللي يزيدوا من العزيمة ديالهم باش يحقوا واحد النتائج تكون إيجابية لهذا الفريق هذا. وبكل صراحة فهذا الجمهور هذا عيب ما يكونش الفريق ديالو في القسم الوطني الأول. اللي ما كيعرفش الجمعية السلوية ولا اتحاد طنجة يقدر يكون الفريق في القسم الوطني الأول. فالحمد لله على أنه قدرنا نعطيه واحد الأشياء لهاد اللاعبين، قدروا نقولوا بين قوسين قدرنا نخرجوا الفريق من أسفل الترتيب. عطينا الجمهور السلاوي واحد طبق كروي كيتمنى يشوف الفريق ديالو فيه. فهذه مجهودات ديال اللاعبين طاقم ولكذلك المكتب المسير وحتى الجماهير اللي بقات ولات كتحج الملعب شيئا فشيئا. إذن البطولة ستتوقف لتفسح المجال لمختلف الأندية للاستعداد بجدية أكثر مرحلة الإياب.